السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد بيحب اللعيبة الموهوبة، اللعيبة الممتعة، عشان كده كنت دايما بكون داعم لرياض محرز ودايما بشجعه وادعمه. بصراحة نجم كبير طبعا، لكن تصرفاته في الفترة الأخيرة مش عجباني أبدا. يعني هتعملوا لايك قبل ما اتكلم في الموضوع، يا ريت تعمل لايك وتدعمنا، محتاج لدعمك. عشان دعمك بس انك تعمل لايك، هو ده اللي انا عايزه، اعمل بس لايك، انت مش هتخسر حاجه عشان الفيديو ينتشر. رياض محرز اعتذر في المعسكر شهر 3. انت كنت واحد واثنين مش في ما فيش معسكرات، وفي شهر 3 في معسكر هتتجمعوا، المنتخبات بتتجمع كل 3 شهور، وانت كابتن الفريق. كابتن الفريق ده يبقى اكتر واحد مهتم واكتر واحد ملتزم مع الفريق، فما جيتش وقلنا معسكر مباراة ودية، ولكن مهم جدا لان مدرب جديد والراجل اتصل بيك واحترمك. دلوقتي بعد 3 شهور تاني، يعني انت بقالك دلوقتي نص سنة، نص موسم كامل ما لعبتش مع المنتخب، بتعتذر كمان عن المعسكر ده. مش عاجبني رياض، ممكن تطلع في تعمل فيديو مثلا بس مباشر تعتذر ان انت، او بتفكر ان انت تعتزل، فالحركات دي هنسامحك منها. تعمل مؤتمر صحفي تتكلم تريح شوية، مفيش مشكلة. لكن انت برضو مع بالماضي في بطولة أمم أفريقيا اللي قبل اللي فاتت، برضو قبل المعسكر بأسابيع رحت اتجوزت، وأنا فاكر حاجة، وبعدت عن المعسكر وأمم أفريقيا بعد شهر. فاختيارك للاعتذارات واختيارك لكده، وكمان انت كابتن الفريق وبعدين فيتكوفيتش المدير الفني الجديد محتاج حد يقف معاه، راجل جديد، فمحتاج واحد زي رياض محرز عنده خبرة، عايزك معاه. وبعدين هو المدرب عايز يعمل دم جديد، الراجل فيتكوفيتش، فلازم يعمل دم جديد، مش مرة واحدة المنتخب هيقع، لازم وجود الكبار والخبرات وشوية بشوية. لكن انت كده يا رياض، انت كده بتبوظ شغل. يعني معرفش، انا عايز افهم دماغ محرز للأسف مش واضح. اعمل مؤتمر صحفي، انا جماعة مجهد الايام دي، انا بعتذر، الناس هتسامح. لكن التجاهل والمفاجآت بقى، يعني دلوقتي تقريبا السوشيال ميديا اليومين دول كل كلامهم منتخب الجزائر ان رياض محرز مش عايز يجي للمره الثانيه على التوالي، يعني 6 شهور بعيد عن المنتخب. لا، وبعدين ايه بقى الماتشين اللي جايين دول؟ حقيقه موت ما بين يعني لا قدر الله لو حصل فيهم حاجه هتخلي المنتخبات تنافسك طول المجموعه. لكن الماتشين اللي جايين باذن الله الجزائر يكسبهم، هيبقى في فارق كبير. ما اعرفش انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا كنت دايما داعم لرياض محرز، لكن لما بشوف حاجه غلط وعندك تقدر تطلع باللي انت فيه ده بجمله بتقولها على تويتر، اي حاجه اقول، انت الناس كده زعلانه منك، وانا كمان يعني مش عايز اقول ان في الحته الهجوميه في بدائل كتيره ما شاء الله، لكن في كره القدم رياض محرز اسم كبير جدا، وفي نجوم جديده داخل المنتخب، ما فيش في الكورة رياض يقعد، لا، بالتدرج بس انت كده رياض بتبوظ الدنيا. شكرا.